لازم يكون اول حاجه تفرقوا بين غاز وحدي اكسيد الكربون والغاز دو فيد. اليوم الحماية المدنية تشهد الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للوقاية من أخطار موسم الشتاء وكذا خطر الاختناقات لا سيما بالغازات المحترقة على غاز واحد أكسيد الكربون من ولاية أم البواقي. هذه الحملة تدوم من شهر نوفمبر إلى غاية أواخر شهر مارس سنة 2022 بهدف توعية وتحسيس المواطنين من خطر الاختناق وكذا خطر أخطار موسم الشتاء وكيفية التصرف وكيفية الوقاية والحد والتقليل من الأرقام التي سجلناها السنة الماضية أو سنة 2021. 106 حالة وفاة منها 75 حالة وفاة فقط بوحدة أكسيد الكربون، أكثر من 1290 شخص تم إنقاذه، وكذلك سنة 2020 أين كان هناك 100 حالة وفاة بوحدة أكسيد الكربون وأكثر من 3300 شخص تم إنقاذه.